عارفين ان بره لما تعمل كده معناها ان انت عايز فلوس او معاك فلوس تعمل كده، كده معناها فلوس، مش كده؟ كده لازم في طرقعه. سيبني من الكلام ده بقى، يعني على حس الدولار وكده. اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. عندنا مسلسل من انتاجات المتحده في رمضان اللي جاي اسمه وبقينا اتنين، ومؤلفته صادقه عزيزه جدا عليا، المؤلفه الرائعه دائما اماني التونسي. ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله كويس، كله تمام. ايه بقى الحدوته بتاعت وبقينا اتنين؟ بص، يا حدوته بتتكلم عن صدمه الطلاق للراجل والست بعد الانفصال، يعني ماشي. نفسيا حلو. ايه اللي بيحصل؟ طبعا البطلين هم استاذ شريف منير واستاذ رانيا يوسف. حلو جدا. هم الاثنين المتجوزين في المسلسل. أيوه. هو كويس قوي، يعني اماني بتقول لنا كل حاجه. يعني بنحرق اهو. المسلسل هيبقى مدته قد ايه؟ 15 حلقه ولا 30؟ 15. هو في النص الثاني من رمضان. اوبا. لا يا جماعه، احنا كده هنحرق مسلسل بجد. لا انا مش هقول لكم تفاصيل اكتر. طب السؤال، خلصتوا التصوير ولا لسه؟ خلص. خلصتوا؟ طيب الثيم العام من غير ما هنحرق بقى، لانه حرام كده يعني، عارفه لو كنا خلاص احنا هنبدا يوم الاثنين كنت اقول لك ماشي ادينا الحلقه الاولى، لكن كده ما ينفعش. الثيم العام او الجو العام بتاع المسلسل ايه؟ اجتماعي بمعنى كلمه اجتماعي ولا اجتماعي كوميدي؟ لا هو اجتماعي. درامي. بيتكلم لايت كوميدي، مش كوميدي. مش كوميدي يعني لايت كوميدي، بس هو بيتكلم عن قضيه معينه، الانفصال بعد مده كبيره من ال ماذا بعد الانفصال؟ ماذا بعد الانفصال؟ مده طويله من الجواز، 25 سنه جواز. اوبا. يعني العيال كبرت ودخلت الجامعه بالظبط. انا بحب شريف منير جدا، مع حفظ اللقب طبعا، جدا بده بشكل عام ومطلق. ده واحد. اتنين، انا بحبه في الادوار دي. لا وهو عامل دور فظيع مذهل. هي صدفة بس برضه ان هو كان في مرحلة انفصال هو كمان، فكان ممثل من قلبه يعني. فكان بيدي يعني احنا قاعدين في البروفات كان بيقول لي انت عارف عني حاجة؟ تعرفي عني حاجة؟ هو لما بيبقى رايق بيبقى صاحب افيهات مذهلة وسريعة وتلقائية. لما بيبقى مش رايق ابعد عنه. خالص. يعني بس انا شفته رايق على طول. لما انا بشوف انه دي دايما جزء من طبيعة الفنان، يعني ان هو بتحصل تغيرات مزاجيه كتير وسريعه ممكن في نفس اليوم، فعادي نتعامل مع ده. ايه المشكله يعني؟ ما يجراش حاجه. مود سوينج. طيب ورانيا؟ لا بص بقى، رانيا انا فاجئتني بحاجات كتير جدا يعني. فاجئتني انها فاهمه قوي بتقول ايه. يعني اول مره شفتها كانت جايه معاها الحلقات ومذاكره ومعلمه على الدور بتاعها، وهي هاديه جدا وبتقول، وفي البروفه فظيعه وحافظه كويس قوي ومذاكره كويس جدا وبتتناقش وعارفه كل، يعني بروفيشنال جدا بصراحه، هاديه وعاقله وراسيه. انا قلت لا، يعني انا يعني كنت، ده كان اول تعامل بيني وبينها، فما جاش في بالي ان هي هتبقى مش فكره هاديه وعاقله وراسيه ان ده الجديد، لا ان هي مذاكره كويس قوي وانها مهتمه قوي وشايفه الدور وقارياه وماسكه الشخصيه. مش واخده الموضوع باستسهال. لا خالص، مش واخده الموضوع من على الوش. لا 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 خالص خالص خالص، بالعكس. يعني حتى ما كنا بنتناقش في الموضوع كانت بتقول لي انا حاسه قوي بالكلام المكتوب سهل وحاسه بيه وحاسه ان انا بقوله من قلبي وقريب مني قوي، وهو فعلا كان قريب من الشخصيات. يعني ايه اللي اماني التونسي كانت عايزه تركز عليه جوه المسلسل، بعيدا عن انه يبقى حدوته تقليديه عاديه الاثنين وانفصلوا بعد 25 سنه؟ فكره التنمر على العلاج النفسي، ان في مشكله الناس انها بتقعد تتريق طول الوقت، تقول لك ما حدش بيروح لايف كوتش، ما حدش بيروح سايكايتريست، ما حدش بيروح لمستشار علاقات اسريه. لا بيروح. في ناس كتيره جدا بترفض ده. وحتى هو يعني بيرفضوا ان هم يتعرضوا على الموضوع ده، ان هو بالنسبه له ان هو اللي بيروح عشان يبرق نفسه، ان هو انا عملت اللي عليا وخلاص عشان الولاد. فانا كنت عايزه اناقش الجزئيه دي، وان لا في ناس لازم تروح علشان تنفصل بطريقه كويسه، او حتى بعد الانفصال يعرفوا يتعاملوا مع بعض. هل من خلال، يعني انا عارف انه لما بتكتبي بتدرسي كويس الحاجه قبل ما بتتكتب، يعني بتدرسي الحالات دي وبتدرسي ردود الافعال بتاعتها وبتدرسي يعني اساسها السايكولوجي زي ما بيتقال وكده، هل الطلاق بعد فتره طويله جدا تاثيره على الولاد اللي كبروا اصعب، ولا تأثيره على الولاد الصغيرين أصعب، ولا في كل الأحوال التأثير صعب على العيال؟ هو التأثير بيجي درجات. أولا هتكلم على الانفصال بين الراجل والست، كل واحد بياخد الصدمة بطريقة مختلفة. السيكولوجية الراجل بيبقى في الأول مبسوط والدنيا بتبقى بالنسبة له أحسن. وبعد كده بيبتدي هو بيبقى متصور إن هو كده في التمام. بص، بعد فترة كبيرة
بس يعني مش هنذكر سبب الانفصال، يعني مش قصدي في المسلسل في العموم، يعني هو ايا كان سبب بصرف الانفصال النظر عن السبب بصرف النظر، بس فترة كبيرة دي لما 25 سنة ده موضوع كبير علشان عمر. الناس تخرج من بعضها يعني تنفصل، لكن بقى كمان في بينهم وبين بعض بيزنس، بينهم وبين بعض ولاد، فالموضوع بيبقى اكبر. لما الولد احنا عندنا في المسلسل عمرين، حد لسه في المدرسة، ولد لسه صغير، وبنت في الجامعة اتخرجت من الجامعة. فطبعا تأثير البنت اللي اتخرجت، البنت برضو بتأثر عليها غير الولد، ان هي نفسيا مش بتبقى ستيبل، مش بتبقى بتخاف تدخل في علاقة تانية تبقى زي اهلها، على حسب هي تربيتها عاملة ازاي. بس هو البيت كان طول الوقت فيه مشاكل، فهي بقى هتبقى عايزة تدخل في علاقة وتتجوز والدنيا بقى عندها تبقى عادي، ما بيبقاش صح يعني، مش بيبقى، مش دايما البنات بتبقى مستنية تعمل كده يعني، بتبقى عندها صدمات. الولد الصغير بيحس، اي طفل صغير بيحس ان هو سبب في كل حاجه يعني. في طفل، الاطفال في مرحله عمريه لما بيتخانق، يعني لو انت بتتخانق مع مامته باي شكل من الاشكال، هو بيحس ان هو محور الكون طول الوقت، فبيحس ان هو السبب، فطول الوقت بيبقى عنده احساس بالذنب مع انه ملوش ذنب، فده بيأثر طبعا على الاطفال اكتر. لكن لو حد كبير بيبقى فاهم ان هم اتطلقوا بسبب كذا، فما بيبقاش عنده احساس الذنب اللي بيبقى عند الطفل. فده الفرق ما بين الطلاق على لما يتعرض له طفل صغير، والطلاق لما يتعرض له حد كبير، ابن كبير يعني او بنت. ده معناها انه في حاله زي حاله المسلسل ده مثلا، هم اربعه، وبالتالي عندي اربع عناصر متاثره بالقصه دي بشكل بالظبط. مباشر. وعندنا ناس تانية كمان معانا في المسلسل بيتعرضوا لحاجه شبه كده، يعني زمايلهم واصحابهم وكده. معاكم مين بقى في المسلسل؟ معانا ادوارد، ومعانا مروه عبد المنعم، ومعانا ياسر الطبجي، ومعانا ناس، ميمي جمال. الله يا مدام ميمي الجميلة. جميلة قوي. ولا ناس كتير، ومعانا الله، كان معانا الله يرحمه طارق عبد العزيز، وده يعني الله يرحمه، ألف رحمة ونور، ألف أعتقد رحمة هو ونور، وفاته اللي الله يرحمه خلتنا نبقى ويحفظه في فيه. رمضان يعني. هو سبحان الله يعني، كان نفسه، الله يرحمه كان ويحفظه نفسه إليه. يمثل في رمضان يعني، كان نفسه يدخل في مسلسل في رمضان، الله يرحمه فسبحان ويحفظه الله إليه. القدر خلاه في رمضان. ودول تأثروا بقى جوه المسلسل بقصة الطلاق دي. هم لا، هم كابلز يعني اتنين، وفيهم حصل موقف برضو بس ما اتطلقوش. بس هي الفكره ان هو لما جت تعرض عليه ان هو ما تيجي نتعالج احنا كمان او نروح كده، قال لها ايه الهبل ده، لا طبعا مش هنبقى كده طبعا يعني، مش هنروح نتعالج يعني. هو شايفين ان هو دي العيب يعني، ان انت تروح لحد وتقول له وتتكلم معاه ويديك نصيحه، او ما يدكش نصيحه وتتكلم معاه لمجرد ان انت تعرف تشوف التشويش اللي كان قدامك ده هيبقى عامل ازاي. حد، لان انت ما بتبقى في الطلاق او في المشكله ما بتبقاش شايف اللي بيحصل، فبتبقى محتاج حد، بس ما ينفعش يبقى صاحبك او حد كده، لان هيبقى بيديلك من وجهه نظره في جزء وخبرته منها عاطفي، انحيازه ليك. طبعا، يا انحيازه ليك يا اما هيديك راي غلط، لانه ممكن ان هو اصلا حياته مش مظبوطه، فانت المفروض تروح لحد لا يعرفك ولا يعرفه، حد محايد ودارس يعني. هو ملوش استفاده ان انتوا تتطلقوا او تكملوا، هو عايزكم كل واحد فيكم كبني ادم يكمل كويس. بس انت عارفه، في جزء من الحكايه دي بيبقى عامل ازاي؟ يعني ليه الناس بترفض تروح للمارج كونسلتنت ولا للمش عارف، انه يجي يقول لك احنا هنطلع بقى مشاكلنا بره وهننشر ما هي كده مشاكلنا كده قدام طلع. الناس؟ خلاص، يعني ما هي ما طلعت. ينفعش اروح احكي تفاصيل، الناس دي ما تعرفناش. خلينا نبقى واقعيين، مفيش ناس بتطلق في السر، لا، ما هم بيطلقوا، بس هم بيطلبوا يقول لك ايه، فضايح وبيطلبوا احنا هنروح مشاكل. نتناقش ونحكي كل الاسرار ولا نخفي شيء. ما انت المفترض انك رايح مش هتخبي، لا، انت كتاب هقول لك مفتوح. هو بيبقى بيفكر ازاي. هو ممكن يقول اسراره دي لصاحبه، لكن هو مش متخيل ان هو يتكلم على مراته مع راجل مع غريب حد او مع غريب. حد غريب، فالاغلب بيختاروا ستات كمان يعني، بيبقى المستشارة دي ست في الاغلب طب كده، الراجل المفروض، بيرتاح. المفروض كده بقى الزوجة هتبقى مستاءة انها بتروح بتقول الكلام ده لست، فهي عايزة مستشار لا راجل. لا لا، انا بشوف ان الست هما يعني، الستات ده أعقل؟ الستات مش اعقل، لا انا ما بقولش ان حد يا اعقل ستي او كده، أعقل، لا مش اعقل، جت على هي دي. الستات ما بتبقاش عندها، بص هما الطرفين بيروحوا علشان كل واحد فيهم يغلط التاني، ده في البدايات، للأسف. ده اساسي، ان هو مش انا اللي خربت البيت، فكل واحد بيرمي المسؤوليه. لكن اللي عايز بجد يصلح من نفسه هو بقى اللي بيكمل علاج، وبيكمل ان هو ازاي يبقى شريك يعترف كويس، بأخطائه أولا. او شريك كويس. لا، هي الفكره ان مفيش اتنين هيفضلوا مش ما عندهمش عيوب، بس الفكره ان ازاي الاتنين دول يتعاملوا مع العيوب يعني، هيتقبلوها، خلاص انا عارف عيب اللي قدامي هتعامل معاه ازاي، ده بيبقى محتاج تدريب، مش مفيش حد عاقل كده، وخصوصا كمان لما بيبقى فيه عدى سنين كتير على العلاقه وفيها شغل كمان، فممكن يبقى فيه ملل كمان، وخلاص عرفوا اخر بعض
وامتى؟ بيشتغلوا مع بعض؟ او اشتغلوا مع بعض ولا شركه؟ شركه. لا ده انا قروبه قوي مش سهله. انت كتبت معانا ولا ايه؟ لا بقى يعني بحاول القط كده الحكايه ممكن تبقى ماشيه ازاي قدر الاستطاع، بحاول اتذاكى يعني ازاي اتلائم. فالاثنين شركه، طب ما دي مشكله برضو كبيره. مشكله كبيره طبعا، انت لو في شغلك وهي في شغلها ده برضو مش هيأثر، لكن كل حاجه بقى بتتأثر. ده لو احنا الاثنين بنشتغل موظفين في شركه بالظبط. فحاضر يا جماعه، هو بيقول لي قدامنا دي، اقول لك حاضر والمصحف حاضر. قالوا لي 4 مرات مش مره اعمل لهم كده، لازم اقول على الهواء ونفضح نفسنا. طيب خلينا، لو احنا الاثنين بنشتغل موظفين في شركه مش بتاعتنا، في بنك، في منشاه، في مصنع، ممكن تبقى اسهل بالظبط، بس ده احنا شركاء. ما هو ده بقى اللي بيعمل بقى المفارقات اللي بينهم دي، هنا بقى اللايت كوميدي هنا الجزء ده. طيب سؤال، من واقع دراستك للنواحي السيكولوجيه والنواحي الاجتماعيه بتاعت ده وانت بتكتبي، ايهم اكثر، مش عايز اسميها مين اكثر حساسيه في العلاقه؟ مين اللي بيبقى حساس؟ يا سلام. الست طبعا، هي مشاعرها هي اللي بتقودها اصلا، الست مشاعرها. طب مين اللي بينهار اسرع؟ الست بتنهار اسرع، بعد كده بتقف على رجليها، وبعد كده الراجل ما بيبقاش يعني، الراجل في عموما ده يعني، بس ده مش له علاقه بالقصه بتاعتنا. لكن الراجل في العام بيبقى متماسك في الاول، هو متماسك في الاول بس لغايه ما بيقع هوب، بعد كده بيحاول يقوم تاني عشان يتماسك ويكمل. هو في الاخر كل الناس هتكمل في العموم يعني، بتكلم يعني سيكولوجيا مش في المسلسل، اي حد هيكمل في الاخر، لان ما فيش حد، لان لو انت ربطت حياتك بالشخص ده انك هتموت من غيره فهتموت من غيره بقى. لكن لو ما فيش حد بيموت من يعني، لو هو خلاص كل واحد شايف حياته في حته تانية، هو بقينا اتنين، اللي هو كان روح واحده بس بقى اتنين خلاص يعني. علشان كده بقينا اتنين، بقينا اتنين يعني، عشان هم كانوا روح واحده وبعدين خلاص بقوا اتنين. اختيار موفق جدا. ده اختيار كريم ابو ذكري. لا والله. كريم ده جميل. جميل جميل، منتج وسكر. فنان، منتج جداً فنان جدا جدا جدا، وهو دمه خفيف مع انه هادي. لا هادي لا جدا، ما يبانش عليه يعني، بس سهل انجلش جوك كده، سهل جدا. نورتيني وشرفتيني جدا يا اماني، الف شكر ليكي. وانا كما جرت العاده، انت عارفه انا بحب كل شغلك دايما، فانا متوقع انه كما جرت العاده يعني، وبقينا اتنين ده هيكسر الدنيا في رمضان، وهيبقى المسلسل البونبونايه بتاعنا في النصف الثاني من شهر رمضان ان شاء الله بقى، لو بتتلم عليه العيله وبنتخانق وبنتصالح عليه، لان كل واحد فينا هياخد صف اكيد يعني ان شاء الله. فانا هاخد صف العيال عشان انجو، عشان ما يتحاسبش عليا حاجه. اشكرك مره ثانيه اماني، كل الشكر ليكي، كل الشكر لمؤلفتنا وكاتبتنا الرائعه دائما أماني التونسي. ده كان يمكن كلام من غير ما نفتش الأسرار بتاعة مسلسلنا وبقينا اتنين، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، ومجموعة رائعة من أجمل النجوم. وأنا بالنسبة لي فرحة الدنيا إن فيها مدام ميمي جمال، دي حاجة بتفرحني جدا. لحد كده خلصت الحلقة، لكن ما خلصش الكلام طبعا، لأنه كريم رمزي زي ما أنه داخل لنا حالا وبرنامجه رقم 10 لو كان لنا العمر. هنتقابل إمتى بقى يا عمورة؟ السبت الجاي إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.